عايز تعرف حكايتي؟ عايزك انت اللي تعرف. ابيض، انا زي سوكو ما شفتش ابويا، بس مش عشان مات، عشان كان عامل فيها كنتاكي. والله غاوي يفتح فرع في كل حته يروح، جوز المره من دور سنه ولا اتنين يسيب ريحته ويهج، محدش يعرف له طريق. قالوا له انه هج حتى اول ما اتولدت، ما استناش للسبوع، وقالوا لي برضك ان امي كانت طيبه غلبانه يعني وحنينه. بس ماتت قبل ما اربع. قوم يحصل ايه؟ الناس تركب وش الجدعانه ويعطفوا على اليتيم لاجل الثواب. مش غريبه انك تكون مخلوق عشان تبقى مجرد ثواب لغيرك، حتى لو ما يفرقش حاجه عن الشيطان نفسه. بيوت الحاره تمن اتثبت انها تربيه. حنيه ما شفتهاش لا قبل ولا بعد، حنيه بس. ليه بس كده يا ابني؟ هو انت خدام؟ العب مع العيال ما تركبناش العيب. كلت؟ اه يا عم. بص بقى، انا جاي اخد منير، دوري جه. يا عم انت عايز تاخد الثواب مننا ليه بس؟ يا مولانا انت رزقك وثوابك خدته خلاص، سيبني انا كمان اخد ثوابي. قلت ايه يعني مشكلة؟ ناس شايفينك واحد منهم، شايفينك ابنهم، بيعطفوا عليك، ظهر الدنيا بعتتهولك، المفروض اتبسط زي اي كليشيه. بس اكتشفت حاجة غريبة. أنا كنت فاكر إنهم بيحبوني عشان أنا. بيحبوا منير. بس طلعت كفارة. عادي مش كده؟ تفتكر المفروض عيل صغير زيي يعرف منين اللي بيحبه بجد واللي واخده كوبري للجنة؟ محبكها برضك أنا. ها؟ خد ثواب وعد الجمايل. أنا الحنية عندي والحب رد فعل. هارش أنت منياوي. أنا حبيت الناس وتعلقت بيهم لحد ما بقوا حتة مني. جرب تقطع حتة منك. بقيت اخف الحمل ولا اطلب مني بالشغل. بس برضه كنت غفلان واقع في غرام الكل. الحاره تمن اهلي، ارمي رقبتي على الشريط القطر لاجلهم. كنت فاكر ان هما كده برضه، بس للاسف كله سلت ايده وفي نفس واحد قالوا مالناش فيه، حتى صاحب الورشه. وفي اللي زود قال لك ايه بقى؟ والله يا باشا احنا ما كناش نعرف انه عيل بتاع حشيش، احنا عدم لمؤاخذه كنا مربينه يعني في البيت كده عطف مننا. واللي واسوا بعض بقى تقول لها يا بتقلقيش يا حبيبتي، ثوابك عند ربنا مش هيتأثر، احنا ما كناش نعرف انه وسخ كده وبقيت لوحدي. We'll be right back.
كان عالم تاني. الحباب فيه بالأجرة. ملهاش عزيز. كله تمثيل. المهم تكسب اللي قدامك عشان المصلحة، ويوم جديد يعدي وانت حي. هما شبه بعض بس في الضيقة والشدة قد بعض. حتى نعمة. هنعمة دي اللي ادت لأمين الشرطة فلوس عشان يفك الحرز من محضري. بقى ليها معزة. بس مش للآخر. على قد اللي عملته هتاخد. اتغطيت بتراب الشارع. اشتغلت كل حاجة. اشتريت كل لمصلحتي وبعت الكل لمصلحتي. عملت الصح والغلط. بس عمري ما سبت حد يهوي بناحية ده. لا تعلق بحد ولا حد يتعلق بيا. قفلت على روحي لاجل لا اوجع ولا توجع. اقول لكم نصيحة؟ الناس قش. والمتعلق بالقش غرقان. يتدفى بيه؟ اه. بس لو وقف في طريقه هو عود كبريت واحد يولع فيه كله. ولا يفرق معايا. لحد ما حصل مرة وحبيت. سبت نفسي خدت على نافوخي لما دماغي جابت الأرض. بس ما زعلتش. كان بقالي ياما ما حسيتش إني خايف على حد وعايزه حتة مني. ما تتقطعش. أبوها اللي ما شفتوش، وأمي اللي ما لحقتش أخد عزاها، وأهلي اللي طلعوا في شنك، الشارع اللي رباني كله كان هاية. أنا مبسوط. موجوع بس مبسوط. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.